السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم على قناة بي ال سي براتيك للتحكم الآلي. اليوم إن شاء الله غنجاوب على السؤال كيسولوني الأصدقاء، كيفاش كنديمونطيو واحد الموديل من الأسات من لوسون. الأغلبية كيتهرج ليهم داك السويتش من كيبغي يحيدو، كيحسب ليهم أن الموديل خاصك تبارك عليه القدام باش يتحيد، هو لا العكس. حنا غنشوفو كيفاش نديمونطيو هاد الموديل ديال هاد الأسات من لوسون سي بي اي 12 14 سي دي سي دي سي دي سي. هاد الموديل فيه 16 لي زونطري ديجيتال، هنا 8 زائد 6، وهنا 10 ديال لي سورتي، زائد واحد سينجل بورد اونطري انالوجيك. وهنايا كاين لي موديل فيهم 16 لي زونطري ديجيتال، كل موديل فيه 16 لي زونطري ديجيتال، زائد واحد لي سورتي حتى هما فيهم 16 لي سورتي ديجيتال. حنا غنشوفو كيفاش غنحيدو هاد الموديل، هاد الاخر ديال لي سورتي. الا بغينا نحيدو هاد الموديل، اغلبيه كيحسب ليهم انك تدفع القدام، هاد السويتش كدافع القدام كيتهرس، هو راه ماشي خصك تدافع ليه القدام، هو خصك تبرك عليه لتحت بهاد الطريقة. حنا غنشوفو كيفاش نديمونطيو. كنبركو بالطورنفيس هنا لتحت وكنجرو هاد الموديل، فيه هاد النويف هنايا خصك تبرك لتحت باش يهبط لتحت عادي يتجر. لاحظتو شفتو هنايا الا بغينا نرجعو كان ثاني نبركو على هذا وعاد كندفعو، هو كيرجع البلاصة ديالو مزيان. نعاودو نجربو نبركو عليه بحال دابا. حنا نطلقو والله لي مونطاسيون نشوفو واش باقي ملي معاه ولا لا. هاهو هنايا لاحظتو معانا هاد الموديل ما فيهش على فيه حتى لي لوم، دونك مبقاش ملي مع السي بي اي عندنا. هاد السي بي اي عندنا غيطلع لي طلع لينا واحد ديفو بالاحمر، بان كيقول لك راه عندك ديفو ماتيريال بان شي موديل ناقص. ها هو غادي يشعل لينا هنا، ها هو شعل لينا بالاحمر عندنا شي مشكل في الماتيريال. دابا واخا غادي نرجعو الموديل والسي بي اي شاعل، ولكن ما غاديش يرجع ليطرا ديالو نورمال، غيبقى ديما كليونتي لينا بالاحمر. ما غادي السي بي اي ما غيعرفش الموديل اشنو الحل. خاصنا تنطفيو لا ليمونطاسيون على السي بي اي عاد غادي يعرف لينا الموديل. حنا غنقطعو لا ليمونطاسيون على السي بي اي، وفي نفس الوقت غادي نستغلو نشوفو كيفاش غادي نديمونطيو حتى هاد السينجل بورد كيفاش هي الديمونطا هادي. نحيدو الكاش الفوقاني، نحيدو الكاش التحتاني حتى هو. هادي هي سينجل بورد اونطري انالوجيك، الكابيات اللي كاينين فيها هما هادو كتسمى سينجل بورد. بغيتي دير اونطري انالوجيك ولا ديجيتال هنا تستعمل اللي بغيتي. الا بغينا نحيدو كنجيبو الطورنوفيس وكنبركو عليها من الفوق وكنجرو عندنا. هادي هي سينجل بورد، كتسمى سينجل بورد. هادي اونطري انالوجيك هما اللي كاينين لي كومبوزور اللي كاينين فيها لداخل. هنا نطلقوا لا ليمونطاسيون نشوفوا واش تعطينا شي هي ديفو. انا هي مشعلتش، هنا يطلع لنا السي بي اي تا هو بالاحمر يقول لك هي ديفو ماتيريال لشي موديل ما شاعلش. دونك داك الموديل اللي حيدنا في الاول هو ولا مزيان. دونك هنا تكليونت عندنا بالاحمر لحقاش هذا الموديل ما راكبش. نطفيو لا ليمونطاسيون ونرجعوا هذا الموديل ديالنا حتى هو كيرجع ساهل. رجعوا لي كاش. بالنسبه لهاد السي بي عندنا ليمونطاسيون ديالو 24 دي سي، هو السام داخل جايه من واحد الباور اللي هو هذا بروك ليمونطاسيون. لونطري ديالو 380 الترناتيف، السورتي 24 دي سي هي اللي مع ليمونطي بها السي بي اي. وهاد السي بي اي في نفس الوقت يخرج لينا ال 24 الا بغينا نستعملوها في لي زونطري. هو علاش نستعملو ال 24 من الخارج؟ هدف هو لي زونطري انالوجيك حتى هي كاينه هنا من غير هاد سينجل بورد. حتى لي سورتي حتى هي عندها لا ليمونطاسيون خاصه بها حتى هي، كل موديل عندو لا ليمونطاسيون ديالو. بالنسبه للموديل لي زايدين كي تما لا ليمونطاسيون ديالو، كل موديل عندو خاصو لا ليمونطاسيون ديالو. دابا غنطلقو لا ليمونطاسيون على السي بي اي نشوفو. ها هو نطلقو لا ليمونطاسيون كنتسناو شويه
يرجع للإطار ديالو نورمال. هادي هي الإطار نورمال ديالو. هامو قال لي عندنا هاد لي فارياتور إميرسون مليين مع هاد سي بي اي بار كابل إيترنيت. دو فارياتور إميرسون مليين مع سي بي اي بار سويتش مع هنا غنديمونطيو هاد الكابل الكومونيكاسيون ار جي 45 غيطلع لنا سي بي اي ديفو. كيقول لك عندنا ديفو كومونيكاسيون اونتر سي بي اي اي فارياتور اميرسون. هذا هو الكابل ار جي 45. غادي نرجعو نتسنى واحد شويه يرجع ليطا نورمال ديالو. هو رجع ليطا نورمال ديالو. بالنسبة لي ديفو اللي كاينين في هاد الاسات 1200 هما مثلا ديفو ماتيريال. الا كان شي موديل مراكش في بلاصتو تزعزع في بلاصتو ولا كان شي كابل كومونيكاسيون ديفو كومونيكاسيون كيكون كابل مراكش في بلاصتو هادو اغلبية المشاكل اللي كيكليونتي فيهم السي بي اي 1200. قليل شي كيكون في الهاردوير شي مثلا بغيتي تشارجي شي بروغرام مصوبش مزيان وتشارجه فوق الاخر كيبدا يكليونطي لك بالتواب الاحمر. وبعض المرات كيكليونطي ال 1200 بالاورونج. اذا كان يكليونطي بالاورونج خاصك تدخل تكونيكتا معاه ودير رن عادي تحيد داك الكليونطمون بالاورونج. هادو هما لي ديفو اللي كيكونوا اغلبيه في الميل دو سون. قلنا الديفولت ماتيريال والكومونيكاسيون ولا خاصو المينتونونس اللي كان كليون تيبل اورانج خاصك تكونيكتا معاه وتدخل الران ودير لي الران غادي تحيد منه داك الديفو ديال الاورانج. واللي عجبو الفيديو ايت ابونا ويدير جيم باش يوصلو الجديد. وان شاء الله الفيديو الجاي نشوفو شي اوتومات وحده اخرى كيفاش كديمونطا مثلا الاس 300 ولا الاوتي 200 اس. الفيديو الجاي ان شاء الله. والمرجو منكم اشتراك في القناة ودعمنا باللي لايك. يصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.